تشهد الجزائر مؤخرا موجة ثانية لكوفيد 19. ولاية بشار ولحد الساعة لم تسجل أي إصابة بالفيروس. وكخطوة احترازية للحفاظ على هذه النتائج، مديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية بشار تنظم خرجات ميدانية لتحسين وتوعية التجار، وكذا الوقوف على مدى التطبيق الفعلي للبروتوكول الصحي. والعمل هذا رانا نقوم به في إطار تنسيقي، عمل تنسيقي فيما يخص إما العمل الرقابي أو فيما يخص الحد من انتشار وباء كوفيد 19. معدل الإصابة على المستوى الوطني في الأيام الأخيرة راه بدا يرتفع نوعا. احنا رانا نأكدوا على وعي التجار، وعي الزبائن، وعي المواطنين بصفة عامة، باش نوضعوا حد لانتشار هذا الوباء، لأنه الخطورة تاع هذا الوباء وين تكمن في سرعة العدوى نتاعو. أعوان المراقبة بمديرية التجارة سجلوا ارتياحا لتطبيق البروتوكول الوقائي، مع تسجيل بعض الخروقات والتي تعاملوا معها بحزم تفاديا لانتشار الفيروس. والانتشار راه رهيب، دونك نطلبوا منك تتقيد للمرة الأخيرة تتقيد بالتدابير الوقائية، والأطفال ممنوعين هذا حفاظا على الصحة العامة. ونعرفوا بأننا في أماكن آمنة، شيء إيجابي في مثل هذه المحلات هو الدفع بالبطاقة الذهبية والبطاقات البنكية عموما، وهذا كذلك يساهم في الحد من تفشي هذه الظاهرة. القناع الواقي، المطهر الكحولي، احترام التباعد الاجتماعي، إجراءات احترازية بفعل القانون إجبارية، ويبقى تضافر الجهود مسؤولية الجميع.